السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. رح نحكي بهذا الفيديو عن طريقة تعطيل الماسنجر أو إلغاء تنشيط الماسنجر. سابقا من كم يوم شرحت فيديو عن طريقة إلغاء تنشيط الحساب، يعني إنك توقف نشاط حسابك أو تعطله بشكل مؤقت على الفيسبوك. من ضمن إلغاء تنشيط الحساب على الفيسبوك كان موجود بالقائمة إنك تقدر تعطل الماسنجر من خلاله. هلا بعد التحديث الجديد لـ 2021 عملوا فصل بين الماسنجر والفيسبوك من خلال إلغاء التنشيط أو التعطيل. شاهدوا معي الشرح للنهاية. مرحبا فيكم من جديد. نرجع لموضوعنا اللي هو إلغاء تنشيط الماسنجر. والغاية من إلغاء تنشيط الماسنجر إنه أغلب البنات بيجين إزعاجات على الماسنجر، فبتلاقيهم بيضطروا لحتى يسكروا الماسنجر بس ما بيعرفوا كيف الطريقة. أنا بنصحهم إني يحذفوا مجرد الماسنجر بس حذف في حال هني ما بدهم يعطلوا حساب الفيس. أما إذا بدهم يعطلوا الماسنجر فلازم شرط أساسي إنهم يقوموا بتعطيل الفيس أول شي لحتى يتعطل معهم الماسنجر، غير هيك الماسنجر ما بيتعطل. بهذا الشرح راح فرجيكم كيف نعطل الماسنجر. اتمنى من كل شخص شاهد هذا الفيديو يدعمني بلايك اذا عجبه الفيديو، طبعا يشترك بقناتي اذا كان ما مشترك فيها لحتى نقدر نوصل ل 10,000 مشترك. انا هدفي الان الوصول الى 10,000 مشترك، واتمنى تكونوا انتم احد الداعمين لي لحتى اوصل لهذا الرقم. مثل ما شايفين اذا دقنا على حساب الفيسبوك من هون راح تطلع لي قائمة بهذا الشكل. ندخل على 3 شخوطة بهذه الزاوية، ننزل على الإعدادات والخصوصية. من هون نختار الإعدادات بعد ما تطلع لنا هي القائمة الثانية. ندخل على المعلومات الشخصية، من هون إدارة الحساب بالمعلومات الشخصية، بنلاقي مكتوب الحساب وهون إلغاء التنشيط. من هون ما بنقدر نلغي الماسنجر لأنه سابقا مثل ما حكيت كان موجود إلغاؤه. هلا راح بتطلع لي هالقائمة، نختار مثلا إلغاء تنشيط مؤقت سأعود لاحقا، بعدين تحط متابعة أو أنت بتختار الخيار اللي بدك إياه. بعد ما نضغط على متابعة بيطلع لي هذا الخيارات بهالشكل، إنه بيعرضوا عليك إنك تسجل خروج بدلا من ذلك، أو تحفظ منشوراتك بالأرشيف عن طريق سجل النشاطات. وهون اخر شيء بيقول لك بحددوا لك الايام تضغط على هذا السهم. في حال انه انت مثلا كم يوم بدك اياه يضل معطل، يوم يومين ثلاثة اسبوع، يعني اذا تركته لمدة 7 ايام او 6 ايام بيرجع بيتفعل بشكل تلقائي. اما اذا اخترت هذا الخيار عدم التنشيط تلقائيا فبهالحالة ما بيتفعل لحتى انت تحط الايميل وكلمة السر. بالنسبة لإلغاء تنشيط فيسبوك بعد ما تعمل متابعة، هون الشاهد الموضوع أن الماسنجر بيقولك قبل إلغاء التنشيط نريد منحك المزيد من التحكم في تجربتك على فيسبوك، هون الماسنجر سيظل حسابك على الماسنجر نشطا ما لم تقم بإلغاء تنشيط الحساب. إذا ضغطنا على تعرف على المزيد هون بيعلمك كيف أنت تلغي تنشيط الماسنجر. يمكنك فقط إلغاء تنشيط الماسنجر إذا كنت قد ألغيت تنشيط حساب الفيسبوك. يعني إذا بدك تلغي الماسنجر لازم شرط أساسي إنك تكون عامل إلغاء لحسابك على الفيسبوك. عامل لك هون الخطوات 1 2 3 4. أول شي افتح ماسنجر، بعدين روح على الدردشات، بعدين على الشؤون القانونية والسياسات، ثم تعطيل ماسنجر، ثم إلغاء التنشيط. طب خلينا نشوف هذا الشروح. إذا رحنا على الماسنجر، هاي الماسنجر إذا رحنا عليه من دون ما نعطل الحساب، يعني إذا خلينا الحساب شغال، هاي الدردشات بنلاقي هون صورة الحساب. تطلع لي القائمة بهذا الشكل، ننزل على السياسات الأمور القانونية والسياسات مثل ما شرحونا بالخيارات. هون ما بنلاقي كلمة إلغاء تنشيط أو تعطيل مثل ما شايفين. ليش؟ لأن الحساب الفيسبوك ما عطلناه. أما إذا رحنا عملنا إلغاء تنشيط، نعمل رجوع، نضغط على أول شي على هيدي مشان نلغي الإشعارات ما تجينا إشعارات، بعدين نضغط على إلغاء تنشيط حسابي. بهالحالة هلا الحساب التغى تنشيطه وتعطل بشكل مؤقت مثل ما شايفين. حطل لي اني ادخل كلمة السر، بعض الاحيان بعطيك انتهت صحيحة الجلسة حسب مثل ما شايفين. تعطل الحساب، هذا هو الحساب كنت عم بعطله.
هلا رح نرجع نشوف. هلا انا هيك عطلت الفيسبوك، رح ادخل هلا لوين؟ على الماسنجر، هاي الماسنجر، هون الدردشات، كتبوا لي هون انه انت قمت بالغاء تنشيط حسابك على الفيسبوك، لن تتم اعادة تنشيط الحساب، نقل له متابعة عشان ما نطول بالحكي. مثل ما شايفين هذا هو حساب الفيسبوك اللي عطلته. ادخل على الامور القانونية والسياسات، اي وين؟ انا بالماسنجر، مثل ما شفنا طلعت لي الغاء تنشيط ماسنجر من هون. مثل فرجيتكم اول شيء انه اذا ما كنا معطلين الفيس ما بتطلع لنا هاي الكلمة. بعد ما عطلنا الفيس رجعت لي الغاء تنشيط ماسنجر، راح نضغط عليها. هون بيطلب منك تحط كلمة السر، طبعا بعد ما حطيت كلمة السر بهذا المربع هون هضغط على المتابعة. حتى إلغاء تنشيط، إذا قمت بإلغاء تنشيط هتتمكن من إرسال الرسائل، راح نقول له إلغاء تنشيط. هيك بالحالة إن هلا قمت بإلغاء تنشيط الماسنجر. مثل ما شايفين أعطاني انتهت صلاحية الجلسة، بالحالة تم إلغاؤه. موافق. مثل ما شفنا إذا دخلنا على الماسنجر راح يطلب مننا نحط الإيميل وكلمة السر، راح نحطهم نرجع نتأكد من الشغل. يعني في حال أنت عطلته وما تفكر إنه بروح، لا ما بروح، هو معطل تعطيل مؤقت، أنت بس حطيت الإيميل وكلمة السر بيرجع بيفتح نظامي هو والفيسبوك نفس الطريقة. مثل ما شايفين بعد ما حطيت كلمة السر راح أعمل تسجيل دخول. ليس الآن، ليس الآن، لن يتم تحميل جهة اتصال طبعا. هيك بنقول له متابعة، ليش؟ لأن الحساب الفيسبوك لسه معطل طلب مني متابعة. طب راح نطلع هلا نروح على الفيسبوك، هاي الفيسبوك، هذا بنرجع الحساب اللي عطلناه، نحط الإيميل وكلمة السر، محفوظة بس نحط كلمة السر، نضغط على تسجيل دخول. نلاقي الحساب رجع صار كله تمام، هذا هو الحساب اللي عطلناه مثل ما قلت لكم. طبعا بعد إعادة تفعيل الماسنجر والفيس فينكم تخلوا الفيس مفعل بس الماسنجر طبعا راح يكون متفعل، بس فينكم ما تحملوا التطبيق، يعني تلغوا التطبيق بشكل نهائي. شو ما اجاكم رسائل ازعاجات عليه ما بتستقبلوها، وهيك بضل نشاطكم على الفيس شغال. هذا كل شيء بخصوص إلغاء تنشيط الماسنجر. أتمنى يكون أفادكم هذا الشرح.